السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنجاوب على سؤال المسابقة، وهنذيع كمان اسم الطالب الفائز في المسابقة دي. اسم الفائز طالبة روان احمد من محافظة الاسماعيلية. برافو عليك يا روان، الاجابة بتاعتك كانت الاجابة الصحيحة، واشكر كل الطلبة اللي جاوبوا في التعليقات كانت اجاباتهم صحيحة وبالخطوات، بس احنا لازم نختار فائز واحد. هنبدأ بقى نحل السؤال ونشوف طريقة الحل ازاي. السؤال 185، في الشكل المقابل جزء من ملف دائري يحمل تيار شدته 2 أمبير، نصف القطر باي سنتي، مركزه النقطة سي، وموضوع في مجال الخارجي ده حوالي 2 على 3 10 أس سالب 5، وعلى بعد من النقطة سي كده على بعد حوالي 12 سنتي في سلك بيمر فيه تيار قيمته 6 أمبير، فإذا كانت كثافة الفيض المحصلة عند النقطة سي 10 أس سالب 5، فعايز مقدار الزاوية. الزاوية سيتا دي أقدر أجيبها لو عرفت عدد اللفات للملف، وعدد لفات الملف أقدر أحددها لو عرفت أجيب البي للملف، وعشان أجيب البي للملف عايز أحدد دلوقتي قدامي في المنظر ده كام مصدر المجال. عندي السلك هينتج عنه بي، في بي للسلك وفي بي للملف وفي بي خارجي. تعال نحدد اتجاه كل واحد فيهم. مجال السلك عمودي على الصفحة للداخل عند النقطة سي، ومجال الملف عمودي على الصفحة للخارج عند النقطة سي، والمجال الخارجي عبارة عن إكسات، وبالتالي البي توتال هتأتي إزاي؟ هجمع بي سلك زائد البي الخارجي وهطرح منها البي ملف. طيب البي ملف هي اللي تهمني، فأنا هجيب البي ملف الناحية دي عشان هنجيب من بي الملف العدد اللفات، ومن عدد اللفات هنجيب السيتا، فهجيب البي ملف الناحية دي، هسيب البي سلك زائد البي خارجي وهطرح منها البي توتال. تمام، تعالوا كده نشوف هنتعامل ازاي. البي سلك عبارة عن ميو اي على 2 باي دي، ميو يعني 4 باي في 10 اس سالب 7، تيار السلك قيمته 6 على 2 باي، يبعد السلك عن النقطة 12 سنتي يعني 12 من 100. تمام، زائد البي خارجي اللي هي 3/10 اس سالب 5 ناقص البي توتال. البي توتال عندي قيمتها 10 اس سالب 5. تعالى كده نشوف الناتج هيجي ازاي. 2 باي مع 2 باي هنا هتبقى 2، 2 في 6 ب 12 هتروح مع ال 12 هيبقى هنا في 100، يعني هتبقى 10 اس سالب 5. يبقى هنا 10 اس سالب 5 زائد 3/10 اس سالب 5 ناقص 10 اس سالب 5، دي هتطير مع دي، وهيتبقى عندك بي ملف عبارة عن 3/10 اس سالب 5. تمام، البي ملف عندي عبارة عن ميو اللي هي 4 باي في 10 أس سالب 7 في الان في تيار الملف اللي هو 2 على 2 نصف القطر باي سنتي، يبقى باي في 10 أس سالب 2 هيساوي 3/10 أس سالب 5. الباي هتروح مع الباي، وعندك الاثنين هتروح مع الاثنين، هيتبقى هنا 4 في 10 أس سالب 5 في إن بتساوي 3/10 أس سالب 5، دي هتطير مع دي، يبقى أنت عندك 4 إن بتساوي 2 على 3. تعالى نضرب في هنا 3 وهنا 3، يبقى 12 إن بتساوي 2. تمام، يبقى الإن بتساوي 2 على 12 يعني بتساوي 1 على 6. الإن دي بتساوي سيتا على 360، يبقى 1 على 6 بيساوي السيتا اللي احنا عايزين نعرف قيمتها على 360، ده على ده بيساوي ده على ده، يعني سيتا على 1 بسيتا بيساوي 360 على 6، يعني هتساوي 60 درجة، فتبقى الإجابة الصحيحة رقم جيم.